هذا دوار طيبي ولاد حمد تابع لدار بوعزة جماعة دار بوعزة. المشكل هو الواد الحار ما مخدومش مزيان، دابا الماء كثر كيفيض على الديور داخل ملي كيعمر الواد الحار الوكراس كيعمرو كيرجع للكوابن كيفيض في الديور داخل في الديور. هاد الناس راه كيخوف السطل دابا، الناس راه عندهم السطل كيخوف به دابا الكوابن ديالهم راه داخل في الديور الماء. كان عندنا كنا دايرين الحفاري في الارض خير من هاد الواد الحار، ما كانش عندنا هذاك المشكل اللي كاين دابا. دابا المشكل اللي ولا عندنا دروك ما كاينش ديك الساعه، ما كانش داك التاريخ، ما كانش حرام الديور تابعه لديور الناس. الناس راه ما بقاوش دايرين على الكمويم، راه دايرين التامات على فهمهم، دايرين الناس ما بقاوش يديروا. الدراري مرضوا، كيمرضوا الدراري، راه كلشي كيمرض، راه كلشي كيمرض، الدراري الصغار راه كلشي كيمرض. راه عيينا ما نغوتوا، عيينا ما نمشوا، عيينا ما نهضروا، عيينا والو، ما كانش مسوقنا والو، ما كانش مسوق. وليا هي ليديك، ليديك اللي تحمل المسؤوليه ديالتها، هي اللي خدمت الواد. هي اللي خدمت الواد يديك كنمشيو للعشو الجماعه اللي دايره هادشي اللي يديك هي اللي خدمت الواد الجماعه كنمشيو ليها ملي كنمشيو للجماعه كيقول لك حنا خدمتنا دايرينها مع ليديك ليديك مخلصه كيقول لك ليديك مخلصه ماشي ما بقاش حنا سوقنا في اسمه ليديك هي المسؤوله كلشي كيقول لك الجماعه حنا ماشي سوقنا ليديك تخلصت ليديك مخلصه المشكل اللي عندنا وهو هذا الواد الحار الناس ملي صوبوا لنا القادوس في الاول داروا لنا واحد القويديس بحال داك اللي كيخرج نيت من الكابينه يخرج الحفره اللي كانت عندنا هو اللي داروه دابا كيدي يخرج الواد الحار حنا النهار اللي صوبوا لنا قالوا لنا هذا الشيء غنصوب لكم الواد الحار باش يدفع الماء كما مخدوم في المدينه وسميتو حنا داروا لنا هاد القوادس خرجوا منا لواحد الحفره اللي كانت عندنا اصلا حنا في الدار هاد الحفره اللي كاينه دابا كبيره اصلا كانت عندنا حنا في الدار وحنا اللي كنطلبوا من هاد الناس اليوم وهما يردوا لنا غير الحفاري ديالنا اللي كانوا الله يجعل البركه ما بقيناش بغينا هاد الواد الحار هانتوما كتشوفوا دابا الناس كيهزوا دابا الناس كيهزوا بالسطل من الحفره وكيخووا حدا الدار اشنو فين كاين دابا فين كاين الفرق؟ ما كاين حتى فرق دابا من قبل كان كل واحد خنزو في داره دابا ولا خنز ديال الدوار كامل كيتجمع دوك الناس اللي هابطين لتحت عاتي دابا شوف هاد الحاله اللي طاري دابا الناس راه مهبطين لتحت ولا طلعنا لفوق غتشوفوا دوك لوكارات كيفاش دايرين حنا غنحلهم لكم حتى تشوفوهم وغتعرفوا الساعه الحقيقه كيفاش دايره حيت الا ما شفتوش داكشي بعينكم وصورتوه حنا كنهضروا شوفوا داكشي على عينكم غتعرفوا الحقيقه ما كاينش الناس ما كاينش الناس ما كاين لا عيشه حنا بالنهار نضلوا هربانين وفي الليل كنجيو اللي عدوا لفوق مسكين راه طالع كيشم في الريحه واللي عايش لتحت راه خارج برا كنباتوا برا راه جاو في الليل شوفوا المصايب اللي طاريه وراه جاو الناس المسؤولين ولقونا بناعسين برا رجعوا شافوا داكشي اللي كاين وراه كاين الناس اللي مصورين هادشي هذا كاين الناس اللي مصورين الناس ناعسين برا الساكنه مضروره بزاف ماشي شويه مضرورين بزاف ماديا ومعنويا عيد المساعده ما كايناش تبقى في شي خلق ما كايناش شي مسؤول ولا مسؤوله تبان عليك ما كايناش هذا المشكل تقريبا من رمضان وحنا في هذه الحاله مني بدا الواد الحار ولا كان عطانا الضاق من رمضان ما تدخل ما تقدريش تدخلي للطواليت راه كيخرج من الطواليت يدخل لك للمراحل يدخل لك للبيوت ما كانش هذا المشكل مني كان الحفاري ما كانش هذا المشكل كاين لا طواليت لا والو مني دار واد الحار هنا ما كاين والو بحال عايشينها في هذا الشيء هذا الشيء اللي كتشوفي حنا عايشين فيه حاليا يوميا كي الصباح كي الليل كي النهار ما كاينش اللي كيتفكر الدوار ولا يشوفوا ولا يقولوا لك ناس خاصهم ولا الشتاء غارقين في الصيف محروقين هنا في الدوار حاشا ولدي غير الخلا تقريبا باقي هذا الخلا اللي كاين هنايا فين غيدخلوا؟ ما كاين اللي غيدخلوا، القرقاره كتلوح، الطواليت كتلوح، ما كاين فين كتدخل. انا هادشي خاصو يمشي، ما كاينش، ايه ردونا حنا اللي بغينا نبقاو مضروري ردونا الحفاري ديالنا، مكرفسين مكرفسين. مكرفسين، ماشي غير مرة ولا مرتين، حنا مكرفسين بزاف. هاد الريحة راه متلوتة بزاف، الأولاد، الناس الكبار، يعني راه ماشي عيشة هادي، ماشي عيشة. الناس عايشة في كاريان وما عايشاش هاد العيشة. اش من نعاس ما كاين نعاس لا والو. طوله سطلات كلشي مكرفس كلشي مكرفس يعني شي حاجه باش مرتاحه ولا في محالك ولا قدام المحل ما كاينش كلشي مكرفسين كلشي دابا الناموس الدبانه شنو ما كاين والو هاد المسؤولين ما داروش خدمتهم الحل ما كيراقبوش الساكنه من نهار داروا هاد الواد ما راقبوش داروا خدمتهم زادوا بحالاتهم خلاو الساكنه اللي خلاوهم مضرور الساكنه انا اللي بقات مضروره اللي بقاو في الساكنه هما المضرون هما زدوا الماتيريال ديالهم مشاو بحالاتهم مغشوشه من النهار الاول مشينا عندهم من النهار الاول قلنا لهم هذا الشيء ديال الواد القادوس راه ما خصوش يدوز بميزان الماء ما يمكنش 30 متر غادي يدوز بميزان الماء خاصها تكون لاباري نيفو باش يعرف شحال ديال عاطي ديال لاباند
دابا لا بانت ما كاينش الماء في عواد خاصو يمشي جاي راجع عندنا هنا. دابا ولادنا راه معمولين بهاد الريحه ما بقيناش الدراري هربوا لنا من الدار دابا راه ما كاينينش كلشي عمى ولينا خدام نعمل فرماسيان يعني. دابا ها هو الصيف وهي فايد علينا اما وقت الشتاء دابا ها هو كتشوف ها هو الصيف هو الصيف هو واحد علينا داروا لنا الصيف حنا دابا هذا الشيء ما داخلش اما الا دخلنا الماء غيولي اكثر من هذا الشيء ها هو بقى ما دخلش الماء حنا كنفضلوا يبقاو لنا الحفاري من الاحسن الحفاري كنا فيهم الحفاري دوزنا بهم 16 عام ما كانش عندنا هذا المشكل هذا ملي من نهار دار هذا الواد الحار حنا في هذا المشكل شحال تقريبا هذه شي من بدات كورونا مع كورونا ملي دار هذا الواد الحار حنا في هذا المشكل ها حتى نهار كضل خدام ضل غابر من المشكل ملي كتجي في الليل كاع ما كتنعس كاع حنا بالنسبه لنا يا اما هذا القادوس يتعاود يتخدم يا اما يعاودوا القادوس بالاباري ويدوز داك الشيء بالنيفو مزيان ويخدموا البون بدل الحفره يا اما يردوا لنا حفوارينا هذا هو الحل ديالنا هذا القادوس راه ما عادوش لاباند انتم كتشوفوا الماء في عواد كيمشي كيرجع اذا ما عادوش لاباند خاصهم يعاودوا لاباند ديال القادوس بعدا يتعاود بالاباري بيكون عنده النيفو يكون غادي لاباند كل 30 متر ب 30 سنتيم سنتيم في المتر ولا ردوا لنا حفوارينا الحل ديالنا الحفاري احسن لنا هذا راه ما خدمه ما والو ماشي خدمه هذه